فالمقابلة بالأمس ديال الأهلي والزمالك تعتبر نهائي ديال السوبر بحكم الزمالك فازت بكأس الكونفدرالية الإفريقية والأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا. فالمقابلة تم تعيين ديال حكم عربي ليبي الحكم معتز إبراهيم ابن الحكم الدولي الشلماني. الأب ديال هذا الحكم هذا هو اللي قاد المقابلة الشهيرة ديال المغرب و المغرب والجزائر في كأس إفريقيا اللي تلعبت في تونس في المقابلة اللي كان فيها الشماخ الزيري ومجموعة ديال اللاعبين. هو اللي قاد هذه المقابلة، قاد عدة مقابلات للمنتخب المغربي. الأب ديالو عضو، الأب ديالو عضو بلا كاف ورئيس الجامعة الليبية. معتز الشلماني الأب ديالو هو الشلماني الحاج الشلماني رئيس الجامعة الليبية، إذن ولد أسرة رياضية. وفي هذا الطاقم كان معاه الأخ ديالو، راه كان الحكم وكان الأخ ديالو. وهنا شحال من واحد غادي يشوف الأسماء لا تتشابه، لكن الأخ ديالو غير الاسم مختلف عن الأخ ديالو. عطية أمسعد هو أخ ديال الحكم ديال الساحة، واللي كان المساعد الأول من هذه الجهة اللي كانت فيها دكة البدلاء. والمساعد الثاني خليل حساني فمن تونس، هو الذي كان مساعد ثاني. أما الحكم الذي تميز بكأس إفريقيا الأخير الصومالي عمر أرتان، أصغر حكم اللي كان في دورة إفريقيا وأبهر الجميع بالأداء ديالو بالسلاسة ديالو بالأناقة ديالو في التحكيم، هو كان من أصغر الحكام رفقة المغربي جلال جيد. هادو اللي كانت عندهم أول فرصة وبسموا على دورة جيدة بكأس إفريقيا. أما غرفة الفار أتقودها قاتها حكمة من جنوب إفريقيا زينيتا، أخونا زينيتا، وهي حكمة الساحة. هذه حكمة الساحة هي التي قادت غرفة الفار، وساعدها المواطن ديالها طوم أبونجيل هو الذي كان كأفار. أما أفار دو فكان شرف ديال القيادة اللي يكون في هذا المنصب هذا كانت الزكريا البرنسي سفير التحكيم المغربي، هو اللي كان كأفار دو مع أخونا زينيتا وطوم أبونجيل. أما المندوب ديال المقابلة كان من ليزوتو، مراقب الحكام كان من أنغولا، والمنسخ كان من ليبيا ومنسخ آخر من السنغال. هذا هو الطاقم ديال الكاف الذي قاد مقابلة القمة. هذه المقابلات كانت مقابلة قوية، لأن فاش نبغيو نهضروا على تقييم ديال الحكم تنقولوا واش مقابلة قوية، مقابلة متوسطة، مقابلة سهلة، تنعطيوها بعدا تخاص هذه المقابلة نصنفوها. الا بغينا نهضروا على الحكم تنصنفوا بعد المقابلة، نعطيو المقابلة على الورق بعدا قوية، وعندما اعطيت انطلاقة اصبحت اقوى، لانه كان فيها لونجو، كان فيها لي ديال، كان فيها لو كونتاكت، كان فيها الاحتكاك، وكان فيها الاحتجاج، وكان فقدان السيطرة من طرف لاعبي الزمالك المصري بالاخص في الشوط الاول. الشوط الأول عرف احتجاجات كثيرة على قرارات الحكم، لأنه كان عنده حالات اللي خاصو يحسن فيها، حالات اللي خاص تقدم فيها مساعدة ديال الفار. فالشلماني قرر في حالات والفار تدخل في حالات، غادي نشوفهم. فاللقطة الأولى ديال الشحات، فالشحات اللقطة ديال الشحات والتي أعلن على إثرها ركلة جزاء لصالح الأهلي. ف هنا الشحات لعب الكرة، لعب الكرة وقع الكونتاكت. هنا الأمور تغيرت شوية في التحكيم، وبالأخص في الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس تعطاو دي ديريكتيف اللي زاربيت اللي كانوا في الألعاب الأولمبية، وكانوا دي ديريكتيف صارمة من طرف لجنة التحكيم الدولية. كنا تنقولوا لأن قاع اللي تتفرج بالأمس يقول لك راه الشحات قذف البالون، وعاد باش الآخر جاي التايمينغ ديالو معطل ووقع لو كونتاكت. هنا بما ان فيها تهور والتهور مقرون بانذار، فالحكم غادي خاصو يعلن على ركله جزاء. لو اعتبرها الحكم اهمال كان غيسمح باستمرار للاعب ولا يعلن، وبما انها مقرونه بانذار فهي ركله جزاء، لان دخلنا في لو كونسيبت ديال التهور. ولكن كون كانت الدرجه ديال الكونتاكت اقل واعتبر الحكم غير غليسمو وقع لو كونتاكت، كان سوف يسمح باستمرار اللاعب، ما غاديش يعتبرها ركله جزاء. ولكن الفار تم استدعاء الحكم للمراجعه، وعندما راجع اللقطه اعتبرها بانه تدخل بتهور،
بما ان الكره باقا في اللعب فهي ركله جزاء. هنا غنمشيو لدوز ايتاب، الكره في اللاعب والكره خارج اللاعب. شنو هي الكره خارج اللاعب؟ اما موقفها الحكم اما خارجه على حدود الملعب. لو وقعت شي مخالفه تبقى غير العقوبه انضباطيه. مثلا الكره خرجت رميه التماس ولاعب قام بلكمي لاعب، غادي نطردوا اللعب ونستنفوا برميه التماس. ولكن الا كانت الكره ملعوبه ماشي فين كاينه الكره، تكون الكره في منطقه الجزاء، تكون الكره خارج منطقه الجزاء، غير تكون الكره في اللاعب، فدائما ممكن نعطيه قرار تقني وقرار انضباطي. هو اللي كان باقى الكره في اللعب وخمشت عند حارس المرمى، شحال من واحد تيقول لك بان ليفي ديال ديك الكره ديال ديك التسديده ما جابتش لنا شي حاجه، مشات سهله عند حارس المرمى، لكن باقى في اللاعب، اللاعب يتحمل مسؤوليته، اللاعب ديال الزمالك مشى بتهور، فهنا ركله جزاء صحيحه للاهلي وانذار. هنا غنهضروا على السلوكيات ديال اللاعبين، لانه وقع انسحاب من الملعب للاعبي الزمالك، غادي نجيو لها في الاخير ونشوفوا هاد الحالات اللي كان فيهم الاحتجاج، فانذار صحيح وانذار مستحق ومراجعه ايجابيه واستدعاء صحيح من غرفه الفار وقرار سليم بالاعلان ركله جزاء الاولى للاهلي. كاينه حاله اخرى تدخل فيها الفار وكان تموضع الحكم جيد وكان تهور ديال المسلوسي، وهنا اكرم توفيق قام بتسديد وهي اللي كنا تنتناقشوا عليها. كاين واحد اللقطه عدم احتساب ركله جزاء وهي اللي تنتابعوا الان، وهي شبيهه بلقطه الوداد واتحاد التوارقه بالخميسات، غير تتفارقوا في حاجه واحده في نقطه واحده ديال الوداد واتحاد التوارقه ما كاينش لو كونتاكت، هنا كاين لو كونتاكت لان الكره لعبت عمر كمال عبد الواحد دار تدخل غير قانوني لان دونغا لعبها بالراس والكره على مستوى الراس، مشى لها دونغا بالراس، عمر كمال عبد الواحد مشى هز الرجل ديالو ومشى بالجسم ديالو وسقط على دونغا وكاين تلامس، ركله جزاء مستحقه للزمالك. هنا كانت خاص تكون ركله جزاء في الدقيقه 51 جو كخوا للزمالك لم تعلن، الفار لم يتدخل لسوء الحظ، الحكم الفار لم يراجع، لم يتدخل ولم يقدم المساعده الايجابيه. كاينه وحده اخرى مطالبه الزمالك بركله جزاء ديال الشناوي الحارس ديال الاهلي، الشناوي لعب الكره ولاعب الزمالك المهاجم بحث عن الاحتكاك وبحث عن السقوط، فقرار سليم بعدم احتساب ركله جزاء ضد الشناوي. وكانت الاهلي طالبت بركله جزاء ديال عطيه الله عندما سقط عطيه الله وقام اللاعب بالاحتكاك به، فالخطا ضد عطيه الله، وهنا عطيه الله في توب مهاجم لان هادشي وقع في مساحه الجزاء ديال الزمالك، لان عطيه الله عندما اخترق مساحه الجزاء ديال الزمالك والاهلاويين طلبوا بركله جزاء، لا توجد ركله جزاء لعطيه الله لان عطيه الله هو الاول اللي مسك بالذراع ديالو، مسك اللاعب ديال الزمالك ودخلوا معاه المساحه ديال الجزاء. هنا كان خاصو يكون خطا ضد عطيه الله والحكم سمح باستمرار اللاعب، لا وجود لركله جزاء والخطا ضد عطيه الله، وكانت مع المسنوسي هو اللي كان في هذيك العمليه مع عطيه الله. في ركلات الترجيحيه ناصر المنسي لاعب ديال الزمالك قام باستفزاز جماهير الاهلي يستحق انذار، مشى ودار حركات استفزازيه وهنا كان خاصو انذار. غادي نمشيو الجو العام ديال المقابله. فهنا تلوم الحكام المصريين، تقولي لي ما كاين حتى شي حكم مصري في هذه المقابله، لكن انا من المتابعين ديال البطوله المصريه هناك تساهل من بعض الحكام من مصر في الكرامه ديالهم والشخصيه ديالهم، هو اللي خلى باللغه المغربيه ما عرفتوش يفهمونا المصريين دابا ولا لا، بانه كانت تساره ديال اللاعبين ديال اللاعبين الاهلي والمصريين كانوا فايتين الحدود، كانوا ضاصرين لانه ما تشي تيديروه في البطوله والفوه في البطوله. فعندما المسنوسي يقوم بدفع الحكم الليبي يستحق بطاقه حمراء، عندما اراد مراجعه الفار وقام بدفعه على مستوى الصدر يستحق بطاقه حمراء، المسنوسي فاش دفع الشلماني هو بالنسبه ليه بان حاله عاديه تديرها في البطوله المصريه، وامام عاشور احتج في الدقيقه 30 يلا بدينا الماتش تعلنات ليه خطا، وجاء امام عاشور تيحتج بواحد الطريقه هستيريه
لاعبي الزمالك انسحبوا من المقابلة وخرجوا من المقابلة كانت غير مسرحية من المسرحيات ديال عادل إمام انسحاب والرجوع ليؤثرون على الحكم. مقابلة صعبة. أتسوليني في الأخير أختي بولا أخ عادل، هل الحكم نجح في إخراج مقابلة الطاقم؟ الطاقم أخرج المقابلة إلى بر الأمان. كنا حالة هنا، كنا حالة هنا، ولكن على العموم توفقوا الحكام في إخراج المباراة إلى بر الأمان. وهذا الحكم هذا ما كانش عنده مقابلة سهلة، الحكم الليبي الشلماني، والزمالك كانت أكثر حدة مع الحكم. هنيئا للزمالك ونتمنى التوفيق للأهلي في مستقبل المقابلات، لأنه فريق فعلا محترم وفريق يشرف القارة الإفريقية.